السلام عليكم، انا دكتور ماجد غنيمة، الدايركتور بتاع الانوفيشن هاب. ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنسعد بيها قوي لما بنيجي نشوف واحد من ولادنا بيكبر بيتعلم جوه كليته جوه جامعته، وبيطلع بعد كده يبدا يطبق الحاجات ديت ويبدا ان هو يبني الكارير بتاعه بيست على اللي اتعلمه. فانا اعرف ياسر، هو يمكن خريج كليتنا، والحمد لله عمل شركه ممتازه بتكبر يوم بعد يوم، وسعداء جدا بنشوف منها. مش بس كده، كمان جوده المنتجات اللي احنا شفناها معاها شجعتنا ان احنا نشتري منه بعض الماكينات اللي هو بنستخدمها في المشاريع المختلفه اللي بنزق الطلبه بتوعنا عشان يشتغلوا على التصميم والتنفيذ والابتكار. فسعداء بالكواليتي بتاعه الاجهزه اللي احنا بناخدها من اعمار، وبنسعد اكتر بالبرودكتس والبروتوتايبس اللي الطلبه بتوعنا بيشتغلوا عليها وبيطلعوها، سواء في مشاريع الخاصه بالكورسات بتاعتهم او في البرودكتس اللي هم مختلفه اللي بيقترحوها جوه البروبوز ستارت ابس بتاعتهم وذين المنظومه بتاعت iHUB. واحنا في البروسيس بتاعتنا لما كنا عايزين ان احنا نعمل الانوفيشن لاب اللي احنا نقدر نشتري فيها الديفرنت 3D برينترز والسكانرز والسي ان سيز اللي موجوده عندنا عشان نقدر ان احنا نبروفايد السبورت اللازم علشان طلبتنا تقدر ان هي تبروتوتايب الانوفيشنز بتاعتها. جوه البروسيس دي نفسها كان طبعا في الترناتيفز كتيره. البدائل دي كلها طبعا في منها بعض المنتجات الاجنبيه كتير، بس بعد ما بصينا على الكواليتي بتاعت البرودكت اتسلف وشفناها ان اكشن وقارنا ما بين البدائل الثانيه الاجنبيه، لا كانت طبعا ان احسن بكتير جدا ان واحد بنشجع ستارت اب موجوده في مصر، اثنين ان كمان في بعض البريفليجز والبنفيتس المهمه ان الكاستمر سبورت اتسلف، وانس ان بيبقى عندي ايشو معين وزين 24 ساعه بقدر الاقي السبورت تيم بتاع الشركه بقى موجود عندنا. فبنشجع كل واحد بيفكر وبيبدع وبيبتكر وبيبدا يعمل الشركه بتاعته، وهوفر الشركات دي تكبر وتبقى لبنات اساسيه جوه الاقتصاد بتاع بلدنا.